حراك دبلوماسي مهم ومحوري يقوده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتعلق بكبريات الأزمات الأمنية والعسكرية بين أنقرة وبغداد وأربيل، ويصب في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم البكك الذي يسيطر بقوة السلاح على قضاء سنجار. بطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك مباحثات، يجب أن يكون هنالك علاقات بين العراق وبين الدول الجوار والدول الإقليمية، وأكاد أجزم بأنه يجب أن يكون مع جميع دول العالم، لأن العراق يعني حال العراق الاقتصادي والسياسي وبقية الجوانب الأخرى يحتاج لأن يكون للعراق علاقات، وخاصة مع الدول الإقليمية كإيران وتركيا. ودائما ما تتخذ أحداث قضايا سنجار الواقع في المثلث العراقي التركي السوري أبعادا خارجية، ويشهد بين فترة وأخرى عمليات عسكرية من الجانب التركي تارة وأخرى من قوات الجيش العراقي في محاولات لها لإيقاف تمدد إرهاب البكك التي تزعزع أمنه واستقراره. توجد اتفاقية استراتيجية حول هذا الموضوع، ولكن الحكومة العراقية لحد الآن لم يتمكن في علاج هذا الموضوع رغم محاولات العديدة صارت فيها الفترة الأخيرة، وحلت بعض منهم، ولكن لم يتمكن لحد الآن في سيطرة كلية على البكك في هذا المناطق، لأن هذه البكك يستغل من قبل بعض الدول الإقليمية. ومنذ الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تشرين الأول من العام 2020، ما تزال بنود اتفاق سنجار تتأرج دون تنفيذ لبنوده في ظل صراعات سياسية وأمنية وخدمية وإدارية في واحدة من أعقد المناطق المتنازع عليها. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.